تأتي هذه الوقفة استمرارا في نضالاتنا التي يعني فاقت الأربع سنوات التي تعاطت معها الدولة بكل أساليب القمع والحظر وكذلك كل أساليب المراوغة والمماطلة والتسويف في حل الملف. إذن استمرارنا اليوم في الشارع على امتداد الوطن الجريح هو تعبير منا على مبدئيتنا وتشبتنا بملف المطلبي كاملا، وأن الجديد الذي تخرج علينا به الوزارات بحوارات ماراثونية، حوارات يعني الهدف منها هو محاولة مؤسسة التعاقد في إطار تشريعي، نرفضه جملة وتفصيلا، ونقول بأن الحل الوحيد والأوحد والابتكار الوحيد هو العودة إلى الوظيفة العمومية ما قبل 2016 وإدماج كافة الأساتذة أطر الدعم بكل صنوفهم في الوظيفة العمومية. نحن لازلنا في الشارع وسوف نزل في الشارع، نبقى في الشارع إلى حين إسقاط مخطط التعاقد. ما بقي التعاقد سيبقى النضال الميداني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ورسالتنا كذلك لعموم الشعب المغربي على أن اليوم المدرسة المغربية يعني يدق المسمار الأخير في نعشها، في نعش المجانية ديال التعليم بفرض التعاقد الذي يعني ستتوجه به الأكاديميات الجهوية المتعاقد معها إلى بيع الخدمات ديال التعليم وفرض رسوم تسجيل على 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 أباء وأولياء التلاميذ. إذن كل فئات المستهدفة هي من أبناء وبنات الشعب المغربي. كذلك رسالتنا للفوج الجديد من الأساتذة واللي شفتوا معنا ذاك الشروط يعني التثقيفية لسن الولوج لمباراة التعليم، رسالتنا على أساس أنهم يلتحقوا بمعركة إسقاط مخطط التعاقد، لأن الهدف الأساسي لهذه الدولة هو أنها تقضي على كل الخدمات الاجتماعية. إذن نقول بأننا مستمرون في نضالنا ما بقي التعاقد. تعقيبا عن ما سمي ليلة الأمس باتفاق مرحلي والذي وقع ما بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وما بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، أعتبره في نظري أنا انبطاحا وربما تواطؤ هذه النقابات مع الحكومة. لماذا؟ لأنها حاولت إقبار مجموعة من ملفات ديال الشغيلة التعليمية والتي كانت تراهن على حلها من خلال انعقاد هذا اللقاء هذا. نحن جزء لا يتجزأ من الشغيلة التعليمية، ونرفض رفضا تاما تقسيم وتجزيء ملفنا المطلبي. آن الأوان أن نضع اليد في اليد وأن نكون كتلة واحدة من أجل استرداد الهجوم الذي تنهجه الدولة في حقنا كشغيلة تعليمية.